خلال الميركاتو الشتوي الاخير كان في نادي عمال يصول ويجول ويشتري لعيبه ويبيع لعيبه، رغم ان اغلب انديه اوروبا عندها ازمات ماليه بسبب تداعيات فيروس كورونا عليها. النادي ده هو يوفنتوس الايطالي، اللي ما كانش بعيد ابدا عن تداعيات ازمه كورونا وحصل له خسائر ماليه وتراجع في ايراداته. صفقات يوفي خلال الميركاتو الشتوي خلت الناس تتساءل، هل يوفي لقى كنز ولا لقى مصباح علاء الدين اللي يخليه يشتري كل اللعيبه دي ويبيع ويبقى معايا فلوس رغم الأزمة المالية اللي بيعيشها هو وبقية الأندية الأوروبية. خلال الفيديو ده هنحاول نشرح ايه اللي عمل يوفي بالظبط وجاب الفلوس منين وهيصرفها ازاي. خلال الميركاتو الشتوي يوفي اشترى 2 لعيبة، اولهم مهاجم فيورنتينا فلاهوفيتش اللي بيتقاسم صدارة هداف الكاليتشو بحوالي 80 مليون يورو. الرقم ده طبعا كبير خاصة في ظل الأزمة المالية اللي النادي بيعيشها وبقية أندية أوروبا. كمان اشترى دينيس زكريا من مونشنجلادباخ الألماني بحوالي 7 مليون يورو. وفي المقابل أعار أرون رامسي لرينجرز وكلوسفسكي لتوتنهام لمدة موسم ونص بقيمة 10 مليون يورو مع أحقية شراء ب 35 مليون يورو. كمان باع بنتانكور لتوتنهام بقيمة حوالي 25 مليون يورو. طب هل البيع والإعارات اللي عمله اليوفي خلال الميركاتو الشتوي ممكن يمولوا الصفقات اللي جابها خلال نفس الموسم؟ الحقيقة لا. طب هل الميركاتو الشتوي اللي عمله اليوفي من إعارات وبيع ليه لعيبة ممكن تموله الصفقات اللي جابها خلال نفس الموسم؟ الإجابة ببساطة لا، لأن هو مش بياخد الفلوس مرة واحدة وبياخدها على أقساط وبتكون بالجدولة، فبالتالي مش هياخد السيولة مرة واحدة. طب يوفي عمل إيه علشان يبقى معاه فلوس وعلشان يعرف يشتري ويبيع؟ قبل لما نقول هم عملوا إيه لازم نوضح إن يوفي شركة مدرجة في البورصة الإيطالية وبتوزع ملكيتها على أكتر من جهة، لكن المالك الأكبر ليها هي عائلة أنيلي. طيب يوفي عمل ايه بقى علشان يبقى معاه فلوس ويبيع ويشتري لعيبه؟ الشركه اللي بتدير يوفي قررت تعمل حاجه اسمها زياده راس المال، اللي هي ايه؟ يعني الشركه راحت للمستثمرين اللي بيستثمروا في النادي وقالت لهم انا عندي خطه تنميه لانقاذ النادي من التعثر المالي الحالي، وعلشان انفذ الخطه دي محتاجه فلوس علشان انفذها بيها، والفلوس دي هنجيبها من خلال ان احنا هنطرح اسهم جديده للشركه في البورصه وانتوا تدخلوا تشتروها ونمول الخطه دي. زيادة رأس المال دي بتقدر بحوالي 400 مليون يورو، ومجلس إدارة الشركة وافق عليها بالفعل في سبتمبر اللي فات. طيب الفلوس دي هتتصرف فين؟ قبل ما نقول الفلوس دي هتتصرف فين لازم نوضح ان اليوفي عامل خسائر خلال الموسم اللي فات حوالي 210 مليون يورو في السنة، ودي خسائر كبيرة جدا، والخسائر دي بسبب ان ايراداته مش قد مصروفه. كمان عليه ديون بحوالي 400 مليون يورو في السنة، والديون دي بيضطر يدفع عليها فوائد كل سنة بمبالغ كبيرة. طيب يوفي هيصرف 400 مليون يورو اللي زيادة في رأس المال بتاعه فين؟ وفقا لمدونة ساوث رامبل المعنية بالكرة القدم، يوفي صرف بالفعل 80 مليون يورو في ديسمبر اللي فات، وهيخصص 145 مليون يورو خلال ال 12 شهر الجايين علشان يصرف على التكاليف الخاصة بالفرقة وبالنادي في الفترة دي، وهتبقى معاه حوالي 175 مليون يورو هيسدد بنصهم ديون كانت عليه لشركات وبنوك، والباقي هيستخدمها عشان يستثمرها في سوق الانتقالات اللي جاية، وهو بدأها بالفعل في الميركاتو الشتوي اللي فات. وخلينا دايما فاكرين ان الميركاتو اللي اليوفي عمله مدفعش الفلوس مرة واحدة، وان هو قسطها على كذا سنة، فبالتالي هتديله تأثيرات شوية في الدفع. كمان يوفي بينفذ خطة علشان يقلل البند المرتبات عنده، وعلشان ينفذ الخطة ديت اضطر ان هو يتخلى عن نجمه كريستيانو رونالدو ويمشي واحد زي أرون رامسي، لانهم كانوا بياخدوا مرتبات كبيرة وبالتالي هيقلل بند الأجور. هل كل الخطط دي هتنجح ان هي تنقذ يوفي من تعثرات المالية؟ الإجابة دايما يوفي بيكتبها في تقاريره المالية اللي بينشرها، وهي ان كل النتائج المالية المستقبلية متوقفة على حاجة واحدة بس، وهي نتائج فريق كرة القدم في البطولات اللي بيشارك فيها، وتحديدا بطولة واحدة بس وهي تشامبيونز ليج.